افتخرت من اعود لمتابعة البرنامج الإخباري هذا اليوم. أهلا بكم. كررت الفنانة رنا ورور جمهورها إلى التشبث بالحياة ومقاومة الخوف والتوتر. رنا وهي فنانة نصراوية الأصل تسكن حاليا في ترشيحة، تغني وتعزف البيانو من ترشيحة لتحدثنا عن أغنيتها التي ولدت من رحم أزمة الكورونا. فجر جديد ننسى الماضي. حدثينا عن أغنية فجر جديد، كيف استطعت أن تصدريها في هذا الوقت الصعب؟ مع الفنان ميشيل سجراوي، وكمان بمشاركة فرقة جذور اللي هي فرقة للفنون والدبكة الشعبية، تصوير وإخراج خالد نطور. طبعا احنا استغلينا هاي الظروف السعر كنت بالصدفة أنا أو لكلمة كنت بالصدفة شايفتها، فكتير كتير هيك أثرت وأعطتني أو حركت لي مشاعري، وشفت إنه هي ممكن تكون دواء لكتير. وبالفترة اللي احنا بدينا فيها عمليا الأغنية بلشت أو المشروع نفسه بلش من شهر أكتوبر. في الطبيعة، لأنه الطبيعة هو أكتر محل اللي الإنسان بيرتاح فيه، يعني مش بس الكلمة اللي هي الألوان كتير راحة نفسية لإلنا. فهذا هو موضوع بشكل عام عن تطورات، ورغم الوعي اللي عم بيصير ببلدنا خاصة في مجتمعنا العربي.
المدارس، الإطار التعليمي إن كان في مراكز الجماهير، بمؤسسات تعليمية، معاهد وإلى آخره. بس إحنا برضو بنتأمل، ودورنا إحنا كمان كفنانين إنه دايما نعطي سلوكيا، يتذوق الموسيقى، بتريحه نفسيا أمور الفنية الأخرى. لهيك أنا بتأمل إنه الموسيقى وحتى أي الموسيقى قديش الفن له تأثير علينا إحنا، لحتى كمان نخفف من وطئة بكل فنان ومعنوياته. هاي واحد، وكل فنان وظروفه، وكل فنان وقدر. تطبيقات الزوم إن كان عن طريق الفيسبوك، الإنستغرام وغيرها. أنا من ناحيتي شخصياً أبحث كمان على طرق ووسائل وأساليب جديدة، اللي هي بتلاقي التقنيات اللي هو تطبيق الزوم. طبعا هذا الزوم إحنا جديد كان علينا في بداية الأمر، كان يعني تلبكنا. سهل علينا، وصرنا كمان عم نبحث بالوضع أو بالمادة نفسها لحتى نفضل الأغاني اللي هي بتعطي قيمة لمجتمعنا، اللي عن التسامح، بتحكي عن تقبل الآخر. لهيك نوعية أغاني إيهاب ما الألحان اللي بنشتغل فيها هي ألحان بتكون مش بس بنمط واحد، يعني بأسلوب دوني حديثنا. أيضا نريد أن نسمع منك معزوفة موسيقية على البيانو. ليلة العيد مرقوا كل صحابي وحدك.
عم تغلى قلبي يا عهد الولدني. شكرا لك رنا ورور، كنت معنا من ترشيحة.